زي ما احنا بنتكلم دايما انه دور المرأة لا يقتصر على ادوار بعينها، الحقيقة انها ليها دور محوري الحقيقة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية اللي بيواجهها العالم كله، وبالتالي اصبح للمرأة المصرية دور كبير في الحفاظ على البيئة وحمايتها والاستثمار من خلالها، بالاضافة طبعا لتعزيز دورها في كافة القضايا الوطنية كشريك رئيسي ومهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. عشان نتعرف أكثر على دور المرأة باعتبارها شريك أساسي مهم في التنمية المستدامة، بينضم لنا عبر الهاتف الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية سابقا. أهلا ومرحبا بك معنا دكتورة نهى في نون القمة. أهلا وسهلا بيك، وأهلا الموضوع المهم جدا ده. خليني أسأل حضرتك بداية، إلى أي مدى شايفة دور المرأة المصرية أو دور المرأة عموما، لكن طبعا بدورنا في هذا البرنامج بنتحدث عن المرأة المصرية كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في المشروعات البيئية؟ المرأة دور هي ليها دور هام جدا كشريك أساسي في المجتمع عامة، يعني تمثل يعني 50% من الدور للمرأة و 50% للرجل، وإحنا في أسهل عصور الاهتمام بالمرأة بفضل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتفعيل دورها وتشجيعها وفي جميع المجالات وجميع القطاعات يعني. صحيح. فهي بالنسبة للبيئة طبعا سواء كانت على مستوى ربة المنزل، سواء كانت على مستوى الفلاحة اللي بتزرع اللي هي بتساعد جوزها في الحقل في كل المجالات، هي ليها وجود وهام جدا. يعني أول حاجة على مستوى المنزل هي ربة المنزل، هي اللي بتدير شؤون المنزل، وفي نفس الوقت أهم حاجة في البصمة الكربونية للفرد هو النشاط الأساسي للفرد داخل منزله من أول ما يصحى الصبح لغاية آخر النهار، وبالتالي المرأة هي اللي بتدير النشاط ده داخل المنزل، سواء كان من استهلاك المية داخل المنزل، استهلاك الطاقة، تدوير المخلفات اللي موجودة، استخدام المواد الصديقة للبيئة، في أكثر من دور ليها داخل المنزل للحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة التغير المناخي، وفي الحقل طبعا وهي أكثر فئة هي ليها متأثرة بظاهرة التغير المناخي، سواء كانت الرجال بتجد أنها تهاجر وتسيب أرضها وتسيب زراعتها وتروح تشوف مورد تاني، سواء كان في مشكلة في الزراعة، وبتصير المرأة هي المسؤولة عن كل حاجة في الحقل، فهي أكبر. طب خلينا دكتورة نهى نتكلم عن مسألة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشاركة في المشروعات البيئية المختلفة، كلمينا عن هذا الأمر أكثر. والله احنا عملنا يعني كتجربه في كليه البيئه عن وحده التحول الاخضر، وجبنا تدريب لكل المراه سواء كانت في المجتمع المدني او حتى ذوي الاحتياجات الخاصه من فتيات ثم وبكم، ازاي يعملوا زراعه اسطح من ابسط الحاجات اللي ممكن تعملها المراه في المنزل وتديها عائد، وعائد كويس جدا، ممكن تكلفه تدفع بس مثلا كراس مال في الوحده 7000 جنيه 6000 جنيه وتجي لها عائد خلال 3 شهور في زراعه النباتات العطريه، سواء كان زعتر سواء كان نعناع سواء كان ريحان، تقدر تبيعه وتجيب لها عائد وهي داخل منزلها سواء كان في البلكونات او على سطح المنزل، وباستخدام المخلفات العضويه دي حاجه مهمه جدا وفكره بسيطه، وفعلا راس المال بتاعها يعني مش ضخم، ومشروع يعتبر مشروع صغير ولا مشروع متوسط؟ مشروع صغيره، مشروع صغير داخل المنزل ومتاح لجميع الفئات، زي ما انا بقول حتى احنا كان عندنا 20 فتاه ثم وبكم ابتدوا ان هم يتعلموا وراحوا اشتركوا في معرض الزهور وخدوا نتيجه عملهم، ده جالهم عائد كويس جدا، وابتدوا حاجه يقدروا ان هم يمارسوها من خلال المنزل، فده حلو قوي للمراه المعينه كمشروع، وفي نفس الوقت هو بيزود نسبه الاكسجين في الجو، بيقلل ثاني اكسيد الكربون، امتصاص ثاني اكسيد الكربون، بيخلي الشكل الجمالي كويس، بيزود عائد اقتصادي مهم للاسره، يعني هو له اكثر من فائده. وبالتالي احنا دربنا وكان في المرأة كانت يعني كان ده خد احسن مشروع على مستوى محافظة القاهرة في المشروعات الخضراء الذكية ان هو يفيد المرأة، كان سنة 22 طبعا. وفي مشروعات ايضا يمكن اعادة التدوير وهذه الامور ايضا بتكون مفيدة وبتتيح فرص كبيرة لمشروعات استثمارية صغيرة ايضا. دكتورة نهى بالضبط، احنا لازم ننظر كالمخلفات عندنا كثروة طبعا، هي نفسها بتوفر فرص عمل ووظائف خضراء للشباب والمرأة ولكل الفئات في المجتمع، وبالتالي كل مخلف بيدر دخل لو انت عملت اعادة تدوير، سواء كان الورق سواء كان البلاستيك سواء كانت الكان سواء كل المخلفات العضويه بتطلع سماد عضوي عالي الجوده. احنا في يعني عملنا الوحده دي عشان نوري وتبقى نموذج وبروتوتايب للناس ازاي يشوفوا ان المخلف ده مش مشكله، بالعكس ازاي يشوفوا ان هم يقدروا يخلقوا افكار
افكار كتير افكار كتير. يمكن انا بحيي وزاره التخطيط والدوله على اهتمامها بالافكار دي في المشروعات الخضراء فعلا، لان هي ابتدت تجمع الافكار دي. الافكار دي كانت انديفيديوال يعني كانت فرديه، كل واحد بيطلع فكره وينفذها. هي ابتدت ان هي تعمل مسابقات وتدعم هذه المشروعات وفي منافسه. بخصوص الدعم بقى، يعني خلينا نتكلم عن اهميه دعم المؤسسات والحكومات هذه المشروعات ودمجها بشكل فعال. احنا عشان نوصل لتنمية مستدامة لازم تضافر كل اجزاء المجتمع، سواء كان مجتمع مدني او مرأة او رجل او مجتمع مدني على كله، بالاضافة الى الاكاديمية. احنا كدورنا كبحث علمي وكتدريب وكوعي للمجتمع المدني ازاي احنا بنعلمهم وندربهم، بالاضافة الى الدولة طبعا والحكومة، بالاضافة الى القطاع الخاص. فكل واحد بيشارك سواء كانت المسؤولية المجتمعية القطاع الخاص ممكن هو يشارك كمساعدة للمشروعات دي، ويقدر ان هو يطورها ويقدر يديها المنح والفلوس اللازمة لادارة المشروع. في طبعا على مشروعات البنك الدولي ده على مستوى اكبر، على مستوى الدوله في كتير بتدعم المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطه وتديها من، لان ده كله في صب في الاخر في مصلحه المواطن المصري وفي مصلحه الدوله عامه. فهنا انا اعتقد ان ده من اولويات الدوله دلوقتي، وانا اعتقد ان الوزاره الجديده هي حاطه اولوياتها الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدوار والمشروعات الخضراء، وبالتالي هيكون في نسبه كبيره من الدعم متوفر لانواع هذه المشروعات. اخيرا دكتوره نهى، خليني اسال حضرتك، ايه هي التوصيات اللي بتوجهيها لدعم دور المرأة في تحقيق تنمية بيئية مستدامة وصحيحة في مصر؟ والله انا على كذا مستوى، يعني على مستوى المرأة في المنزل، رفع الوعي، رفع الوعي للمرأة وتشجيعها، ويمكن المنافسة شديدة يعني على مستوى المشاريع. اعتقد ان احنا ندي اكثر فرصة للمرأة المعيلة والمشاريع المتقدمة من قبل المرأة، وطبعا مجلس المرأة، مجلس القومي للمرأة بيقوم بدور فعال في هذا تشجيع سياسية على تشجيع المرأة في كل المجالات، وهي ليها حق كمرأة مثل الرجل تماما في هذه المشروعات، وهي ليها قدرة على إدارة زي ما بقول هي مديرة المنزل، وبالتالي ليها قدرة جامدة جدا، وهتوصل كمان هي مش مجرد على مستوى، هي على توصل للأولاد والأجيال القادمة، هي بتعلمهم هم يحافظوا على الموارد. فأي تشجيع للمرأة بالعكس مش بيعود عليها ويعود على أسرتها ويعود على أولادها طبعا. أكيد. فأعتقد ان احنا لازم نحط في الاعتبار ده، وندي مشاريع اكتر ودعم اكتر للمشاريع المقدمه للمراه ومن المراه. انا بتفق معاكي طبعا بشكل كبير. دكتوره نهى سمير، عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك.